مساء الخير. قنبلة مدوية أطلقتها المحكمة الاتحادية اليوم يسمع صداها في أرجاء العملية السياسية برمتها، في مشهد نستطيع تسميته بأنه طوفان يجرف معه كل ادعاءات الاستقرار السياسي المزعوم الذي طالما سوقته القوى الماسكة للسلطة، الإطاحة بالحلبوسي من رئاسة البرلمان وسحب عضويته ربما يكون بداية لصدام سياسي حاد بدا واضحا من خلال إعلان حزب تقدم عن استقالات بالجملة من رئاسات اللجان النيابية ووزراء في الحكومة، وكذلك مقاطعة جلسات البرلمان وحتى جلسات ائتلاف إدارة الدولة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج بالمختزل، أرحب بها بكم وبضيوفي في الاستوديو القيادي في تيار الحكمة السيد حسن فدعم الجنابي، حياك الله استاذ حسن واهلا وسهلا بك. ايضا المراقب للشان السياسي الاستاذ مخلد حازم الفيصل، حياك الله استاذ مخلد اهلا وسهلا بك. بدي اياك استاذ حسن، شلون يمكن وصف اللي جرى اليوم لقرار المحكمه الاتحاديه؟ شكرا لك وتحيه لضيفكم العزيز ومشاهدين الكرام وكادر قناتكم الموقره، حياك الله. حقيقه انا اختلف عن تسميته انه يعني طوفان او ما عبرت عنه، إجراء طبيعي، إجراء قضائي طبيعي حال أي إجراء آخر. في البساطة؟ نعم، إذا كنا نحترم الدولة ونحترم الدستور ونحترم المؤسسات الدستورية هي هاي الإجراءات الطبيعية. والقرار المحكمة ما كان غريب ولا كان مفاجئ، دعوة صارت لها أكثر من سنة منظورة أمام المحكمة، والمحكمة تنظر بكل تفاصيلها، وهناك ورقة تحدث بها النائب ليث الدليمي أكثر من مرة وذكر أن الورقة الاستقالة تم التلاعب بها، هناك تزوير أجري على الورقة بشكل متعمد ولقاءات كثيرة في الإعلام يحكي، يعني مو فشي سري. وأجلت الدعوة أكثر من مرة، والسيد الحلبوسي وممثل القانون لمجلس النواب يعني مطلع على كل تفاصيل القضية وحاولوا سحب الورقة الأصلية، وحصل ليث الدليمي على الورقة المستنسخة وورقة أخرى اعتقد اصليه، والقضيه مو مفاجئه، يعني مو قرار مفاجئ. هناك ليش الان؟ ليش هسه بهذا التوقيت الحرج؟ لا، اجلت الدعوه اكثر من مره، مو وقت حرج، المحكمه ما لها علاقه بتوقيتات سياسيه معينه. الدعوه تنظر، المحكمه تنظر الى دعوه منظوره امامها تستكمل كل اجراءاتها تصدر قرارها. ما لها علاقه بالتوقيتات الاخرى اللي احنا نربطها ونقول ليش هيك وليش، ما لها اي علاقه، ماكو اي ربط ما بين اي توقيت سياسي مع قرار المحكمة الاتحادية. قرار المحكمة كان يعني أن في هذه الجلسة استكملت كل، ماكو أي مبرر بعد التأجيل، صدر قرار المحكمة. أنا أعتقد هو قرار طبيعي يجب أن يحترم، يجب أن كل الأطراف السياسية أن تحترم هكذا قرارات تصدر من أعلى سلطة. سبق وأن مو شخص، كيانات سياسية كبيرة بالعراق بني النظام السياسي الجديد عليها، صدر قرار المحكمة أن الانتخابات صحيحة، وهم كلهم يقولون الانتخابات مزورة وعندنا أدلة على التزوير وعندنا كذا. وجوا المحكمة وقدموا طعون واضحة في المحكمة، نظرت بالطعون، شافت الطعون غير كافية لإصدار قرار ببطلان الانتخابات أو بطلان العملية الانتخابية، وأصدر القرار بأن الانتخابات صحيحة وصادقت. هي المحكمة التي صادقت على عضوية السيد الحلبوسي في وقت سابق، وقبل وكان فرحان السيد الحلبوسي وغيره من القوى السياسية، أقصد يعني كل القوى السياسية فرحوا بمصادقة المحكمة الاتحادية. اليوم أصبحت المحكمة الاتحادية محكمة سياسية وصدرت قرار سياسي، قرارها قانوني ودستوري وغير قابل للطعن ويجب أن ينفذ. صدر سابقا قرارات استبعدت فيها شخصيات كبيرة، صدر قرار باستبعاد السيد زيباري من الترشيح لرئاسة الجمهورية، وشيء طبيعي المحكمة نظرت في الأوراق المقدمة وأصدرت قرارها. برد فعلكم هذا لو كان على قرار مثلا يشبه هذا القرار بإقالة السيد السودان أيضا نفس الكلام راح يكون؟ وأنا قبل لا تسألني أنا ذكرت أن المكون الشيعي لإطار التنسيق صدر قرار ضده، يعني إحنا نترجمه ضدنا، هو قرار قضائي ما له علاقة، مو ضدنا أو يانا، هو ينظر بدعوة، ونحن قدمنا طعون، كل أطراف الإطار قدمت طعون، وكان يمثل الإطار السيد العامري في المحكمة وكان يحضر المرافعات. ولا من صدر القرار بالنهايه بالمصادقه على نتائج الانتخابات، الاطار استجاب لهذا الامر وما صارت قنبله ولا صارت طوفان ولا صار اي شيء، قبل ولجأ للطرق الدستوريه اللي هو شكل في وقتها الثلث الضامن او ما يسمى بالثلث المعطل،
لجأ إلى تعطيل العملية. يمكن تسميتنا إلها بقنبلة وطوفان أستاذ حسن، ليش؟ عبث هو شخص واحد يعني، بس يعني شخص واحد هو تم أنه رئيس برلمان حاضر بالجلسة ويقود جلسة، وأقصى ما ممكن كان يتوقع، يتوقع أقول بأنه يرجع ليت الدليل من المجلس النواب، هذا أقصى قرار ممكن كان يتوقع حتى هو كرئيس مجلس النواب، بس أن تتم إقالته على هكذا قضية هذا كان غير متوقع. و حتى قضية مثلاً إطار التنسيق اللي ضربت جنابك بها مثال، كان أكو إعلام راصد لهذه القضية وسيد العامري يحضر وأخبار بشكل يومي عنها، يعني أكو تهيئة جو عام. حتى كان مثل هذه عفواً في وقتها أتذكر كان نتوقع علاقة صدور قرار المحكمة في تلك الوقت في تلك الفترة إعادة فرز وعد يدوي مثلاً، قبول يعني بعض الطعون على الأقل مثلاً، صير توازن بأعداد النواب، صارت قنبلة وصارت طوفان، لأنه الموضوع كان ممكن أقصان يكون هو إعادة ليث الدليمي للبرلمان على سبيل المثال يعني، والتزوير هسه صارت الاثنيناتهم ليث الدليمي ما رجع ولا الحل بوسر على البيت. صحيح، مو قرار المحكمة استند عليه، من استند على وثيقة مزورة. هذه الوثيقة المزورة وين حصل يعني تحريف في محرر رسمي اللي هو يسمى تزوير، فلازم يعني هذا ما تغفل عنا المحكمة الغفلة عن التزوير، لكن هل الاستقالة صحيحة أو غير صحيحة؟ المحكمة قبلت الاستقالة من جهة، بتبقى الاستقالة صحيحة، وين حرفت؟ حرف تاريخها وصار بها تلاعب وتزوير، لكن حاسبت على التزوير وعلى مجرى التزوير، فذهبت بالاتجاهين، يعني الاتجاه عادل، لا قبلت طعن ليث الدليمي كما هو يريد الرجوع إلى مجلس النواب، قالت تقدم استقالة، وإن هذه الاستقالة تم التلاعب بها. اي بس ماكو شهود على انهم مقدمين، وهذا اللي صار اليوم من الشهود. أحسنت. ما حضروا لي هذا. راح بيك استاذ مخلد مرة اخرى. شلون تشوف قرار المحكمة الاتحادية؟ بالفعل يعتبر اعدام سياسي لمستقبل السيد محمد الحلبوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. يعني اذا ما اردنا ان ننظر الى الموضوع من جانبين، كجانب قضائي قرارات المحكمة هي باتة وملزمة، وقرارات المحكمة هي محترمة، أكيد لا يمكن الطعن بها، هي ارتأت وفق الأدلة والمستندات التي تملكها أن تصدر هذا القرار. لكن إذا ما ذهبنا باتجاه الموضوع السياسي، السيد الحلبوسي رقم مهم في العملية السياسية، استطاع خلال فترات بحدود 5 إلى 6 سنوات أن يجعل له قاعدة جماهيرية قوية، استطاع أن يحصل على عدد مقاعد تؤهله أن يكون رئيسا لمجلس النواب، لديه ارتباطات سياسية ولديه اتفاقات سياسية مع جميع الكتل السياسية. اليوم حتى بعض الكتل السياسية من الإطار التنسيقي هي يعني باطنا هي غير راضية بهذا القرار، لأن هذا القرار مثل منه في هذا تتوقع يعني مثل منه. بعض الشخصيات السياسية في الإطار، لأن هذا القرار أنا أستبعد ذلك، لهذا القرار لا هذا القرار فيه تداعيات ممكن أن تحصل تهز العملية السياسية. خليني أكون فبالتالي خليني يعني أكون خلينا نفكك هاي الجملة شوية اللي استبعد بها أستاذ حسن، بأنه هو أقرب مو أقرب طرفين، أهدأ طرفين بالإطار، المسالمين اللي عندهم قوة دولة، القوة المدنية أو قوة الدولة نسميهم، أول اثنين رحبوا بالقرار، لا السيد المالك رحب، لا العصائب رحبة، ولا باقي الأطراف رحبت بالقرار. أول اثنين رحبوا، اللي ممكن كان يتوقع بأنهم يعترضون، ما أعرف اليوم المعادلة بيها شيء، إنه رحبوا بالقرار. هو سيد يعني عمار كان واضح. نعم. شكرا لك ونتمنى لك التوفيق. كأنما قرأ صورة الفاتحة علي على يعني. بالمجمل يعني تحالف قوى الدولة سواء العبادي أو السيد العبادي أو السيد عمار الحكيم. هم يعني أنا عندما تكلمت بعض الأطراف في الإطار هم ليسوا هؤلاء، يعني ليس هؤلاء من الأطراف، هنالك اتفاقات مع قادة، يعني أساس العملية السياسية بنيت وأساس تحالف إدارة الدولة مضى بجهود السيد الحلبوسي والمضي في هذه العملية السياسية. بالتأكيد ممكن أن يحصل ارتدادات لهذا القرار. يعني احنا نتكلم عن رئيس، تكلم ضيفك عن أنه شخص، لكن نتكلم عن رئيس مجلس نواب لديه يعني بحدود أكثر من 40 مقعد برلماني، فبالتالي أكيد ستكون لهذا الموضوع تداعيات، بدأت من استقالات الوزراء. يعني لا أنا جايها وحدة وحدة، بس خلينا نروح للتداعيات الشعبية على سبيل الذكر. يعني شنو ممكن يصير؟ المالكي 8 سنين بالرئاسة وزراء، والفائز رقم 1 كان في وقتها. ومن رجل السيد العبادي ما صار شيء. لا صار
شنو اللي صار؟ صار شيء بالشارع؟ لا احنا ما بدنا نتكلم عن شارع، لا شنو؟ نتكلم عن عملية سياسية. بالتالي المالكي عندما رشحوا العبادي إلى رئاسة الوزراء، المالكي امتعض كثيرا، وبالتالي يعني عندما أطلقها وقال أنهم أخوة يوسف لم يكن هذا يعني هذا الادعاء يعني اعتباطا للمالكي، لكن المالكي بشخصيته بكاريزمته السياسية بقى وناضل ومارس. اليوم المالكي هو الأب الروحي لدولة القانون ولكثير من القوى السياسية. لماذا لا نجعل هذا الموضوع ينطبق على السيد الحلبوسي؟ ممكن السيد الحلبوسي يذهب بهذا مع العلم لحد هذه اللحظة. نعم تم إدانته من قبل المحكمة الاتحادية، لكن الإدانة لحد هذه اللحظة يجب أن تذهب إلى محكمة الموضوع، محكمة التحقيق للتحقيق، لأن اليوم المحكمة الاتحادية ليس من يعني من اختصاصها أن تدين بشيء جرمي. يعني هي إدانته يعني لوجود مبرز أو لوجود محرر غير رسمي، فبالتالي هي قرارها أعطته بالإدانة بعدم رجوعه إلى مجلس النواب لأنه لوجود هذا المبرز الجرمي. لكن من يختص بهذا الجزاء هو محكمة الموضوع. الأوراق سوف تحال إلى محكمة التحقيق ومن ثم إلى محكمة الموضوع، وممكن أن يخرج براءة. شلون يصدر قرار من المحكمة الاتحادية وما مر بها؟ مو من اختصاصها هذا الموضوع، هنا موضوع جزائي. يعني موضوع هاي دعوة أخرى. لا لا مو نفس الدعوة، موضوع التزوير. نتكلم عن موضوع التزوير. موضوع التزوير، لماذا لم تعطي المحكمة الاتحادية جزاء للتزوير؟ التزوير جريمة وفيها جزاء، يعني فيها عقوبة. المحكمة الاتحادية لم تذهب بهذه العقوبة، لأن من يذهب بهذا الاتجاه هو محكمة التحقيق ومحكمة الموضوع. فبالتالي يا محكمة الموضوع، يعني محكمة جنائية، محكمة جنايات، جنح أو جنايات، يعني حسب نوع التكييف القانوني الذي سوف يكون تزوير جنايات. نعم أي هذا في مرحلة أخرى، بس هذا واجب المحكمة الاتحادية عندما نظرت بهذه الدعوة، بأنه حسب اللي واصل لنا لحد الآن كقرار قراءة ما وصل لحد هذه اللحظة. هذه تفاصيل، ومن ضمن هذه التفاصيل أنها سوف تحول الأوراق إلى محكمة التحقيق، لأن هي المختصة في عملية إصدار الجزاء. ممكن أن يكون بريء وممكن أن يدان في يعني هي نعم هي هذا القانون العراقي اللي طلع القرار قاطع لا رجعة لا فيه. هذا فيما يخص عضويته هو لن يعود إلى مجلس النواب، لكن تداعيات هذا القرار ممكن أن يعني يلغى اسمه من الحزب بالكامل. كثير من الامور تداعيات ممكن تترتب على هذا الموضوع. لا منضمين لوحده ثانيه مال تداعيات مال التعاقد مع شركه هذا هو بدي اقول لك. احنا اليوم نتعامل بالمبارز وبالادله والبراهين. لحد هذه اللحظه هو ادين بهذا الموضوع المبرز الجرمي. لحد هذه من يحدد اللحظة. من يحدد العقوبه استاذ مخلد حتى اكمل سؤالي، انه لحد هذه اللحظه وفق ما توفر من معلومات لديك الاستاذ حسين وللاعلام اللي وصل لنا، الحلبوسي راح يقدر يمارس عمله السياسي لو نهائيا ما يقدر يمارس عمله السياسي مثل ما قال سيد باسم خشام؟ حاليا يقدر يمارس عمله السياسي لانه لحد هذه اللحظه لم يصدر عليه عقوبه وفق جنحه او جنايه او عقوبه جزائيه. لحد هذه اللحظه هو قرار المحكمة واضح بإنهاء عضويته من مجلس النواب، لكن هو بالإمكان أن يمضي في عملية الانتخابات، في عملية إدارة حملة الانتخابية كما يعني كأنما يعني شخص عادي وغير نائب. أستاذ حسن تعتقد راح يقدر يمارس عمل السياسي وفق يعني نائب سابق جنابك القانون طلع القوانين؟ لا أنا عضو لجنة قانونية. عضو لجنة قانونية. هو يعني هو ما مرشح حتى تقول يمارس. لا يمارس عمله السياسي كرئيس حزب، وهذا الحزب باقي هو جايك رئاسة الحزب والعمل السياسي أي واحد يقدر يمارسه. تمام. باعتباره ما يترتب عليه آثار، بس الترشيح لموقع مثلا سوى يقدر يصير محافظ؟ ما يقدر يصير محافظ. ليش؟ لأن التزوير جريمة مخلة بالشرف. وما يقدر أيضا يرشح إلى مجلس النواب مرة أخرى، يعني بالدورة القادمة ما يقدر يرشح إلى مجلس النواب. وحتى من رئاسة الحزب لو طعن في رئاسة الحزب أيضا راح يعني يعتبر أنه يعني شو اسمه متهم بجريمة مخلة بالشرف. نعم لم يصدر قرار من المحكمة المختصة اللي هي محكمة الجنايات. نعم لم يصدر قرار، لكن أوراق راح تحال إلى المحكمة، والمحكمة الاتحادية اعتمدت يعني في قرارها على وثيقة ثبت تزويرها. لا تستطيع أي محكمة يعني أي قاضي ما يقدر يصدر قرار بعد مخالف لقرار المحكمة الاتحادية اللي ثبت عندها التزوير. تخصصه غير تخصصه. بس سؤال بيني مثل ما يقولون.
يعني احنا هسه جايين نسولف بمو انه يرجع للبرلمان او ما يرجع، لا نسولف فيما بعد البرلمان انه يقدر يمارس عمل سياسي لو ما يقدر. نعم بهذه الطريقه حسب معلوماتي هناك دعاوى مفتوحه على السيد الحلبوسي في قضايا اخرى كبيره، طبعا قضايا كبيره اخرى، وكان يعطل يعني فتح هذه الملفات موضوع الحصانه وموضوع رئاسه مجلس النواب كرئيس يعني احد الرئاسات الثلاث، يسبب خلل في المنظومة السياسية والحصانة أيضا. بعد قرار المحكمة الاتحادية أعتقد يعني تفتح هذه الدعاوى كلها ويجرى التحقيق بها. وإحنا يعني مو أنا ما جاي أحكي سر، يعني قبل أيام تسربت وثيقة من هيئة النزاهة في موضوع الإثراء غير المشروع، إثراء الفاحش غير المشروع، على أساسها تم يعني مو استضافة بس صارت زيارة نعم لرئيس هيئة النزاهة. نعم السيد الحلبوسي وصارت معلومات أن في هيئة النزاهة هناك ملفات كبيرة كبيرة جدا، وقضايا أخرى أيضا حتى غير هيئة النزاهة ممكن أن تفتح كل هذه الملفات بعد خروج المجلس النواب. فبالتأكيد العمل السياسي أصبح من المستحيل للسيد الحلبوسي. أنا ما يعني حقيقة وصف وتكبير الموضوع وكأنه مشكلة راح تصير بالبلد، ما أعتقد. السادة النواب هم منتخبين، نعم هم مرشحين في قائمة يرأسها السيد الحلبوسي، بس الشعب اللي انتخب أعضاء، انتخب رجال من أبناء الأنبار لهم تاريخهم، لهم عشائرهم، لهم شيوخهم. ما معقولة يعني هاي نلغي كل هاي المسميات الكبيرة العظيمة اللي عندنا في الأنبار من عشائر عربية أصيلة ونقول هاي الكتله مال السيد الحلبوسي مع اعتزاز. يعني هم صح مرشح بعضهم شيوخ عشائر اكبر يعني كثير من لانه رشح مع الحلبوسي، انتم مثل ما الناس اللي ترشح مع دوله القانون ينتخبوها يترشحون مع الحكمه ينتخبون. نعم لانه بالنتيجه هو عنده اصوات عشيرته واصوات عائلته واصوات جمهوره ومحبيه. واحنا نعرف اكو اشخاص مرشحين في قائمه السيد الحلبوسي والان هم نواب، هم شيوخ قبائل كبيرة أكثر من السيد الحلبوسي. ما تتوقع راح تتفاقم الأزمة مثل ما صار مع السيد رافع العيساوي في وقته؟ أنا راح أتوقع ولا وزير يستقيل ولا نائب راح يستقيل. شنو؟ نعم علقوا عضويتهم وقدموا استقالات وبيان الحزب يقول أنا أخوك باكر، بيان الحزب شكل وباكر يترتب على الأرض شيء آخر. باكر وهاي الأيام القادمة يعني أنا شفت قبل لا أدخل الاستوديو بيان السيادة وهو الحليف الأول والأقوى للسيد الحلبوسي. رحب بقرار المحكمة الاتحادية وقال نحترم قرار المحكمة الاتحادية، ودعا إلى اجتماع طارئ لقيادات المكون، ومن حقهم طبعا بالفعل الاختيار يعني باعتبار استحقاق رئاسة مجلس النواب والأخوة المكون السني ضروري أن يجتمعون لاختيار مرشح ويتحاورون مع شركائهم في الوطن من المكونين الآخرين الشيعة والكرد لتقديم مرشحهم الى رئاسه مجلس النواب. واعتقد هو راح يصير بهال يعني بعد ان تنتهي هاي الزوبعه الكثير راح يحاول يعني زوبعه يثير يعني تعتبره فوق يعني شيء اي اعلاميه، بس واقع الحال شيء اخر مختلف تماما. انا سمعت اصلا اكو مسيرات بالانبار الان فرح وسيارات تجوب الانبار وفرحانين. نعم اكو كل شخص الى اعداء والى محبين. محبي الان هم اكيد حزنانين و خصومه اكيد فرحاني، هذا شيء طبيعي. وكناس ما يهمها، هذا يفوز ذاك يفوز، تيت خدمه تيت خدمات، يصير حلبوس يصير غير حلبوس ما يهمها. بشكل عام انا ما اتوقع يعني خلاف ما جاي يثار بالاعلام، اشعر انه بالاعلام محاوله لتاجيج الوضع وكان العراق على شفا حفره من من الانهيار. انا حقيقه ما اعتقد هيك شيء، الوضع طبيعي جدا والوضع السياسي يسير بشكل طبيعي. نعم أطراف ربما هناك بعض الأطراف ستحاول كما حاولت في أي مشكلة في أي قضية تثير لتعطيل الانتخابات. صار موضوع حرق القرآن، احترق القرآن بالسويد، حرق عراقي، مو سويدي عراقي، حرق بالسويد، إجا يريد يأجل الانتخابات بالعراق. الحرب بغزة، كيان الصهيوني جاي يهجم على غزة، هنا يريد يأجل الانتخابات بالعراق. ربما هذه الاطراف السياسيه هو قول الصدريين بعد عليهم الاطراف السياسيه. نعم وجود غيرهم هم اكو لا مو المثال اللي ضربتهم خاصين بالصدريين، لا اكو غير الصدريين ايضا هم دقوا على نفس الطبله هاي نفس الهاي هم دقوا عليها، يحاولون يعني ارباك المشهد السياسي في سبيل ان تؤجل الانتخابات. انا لا اعتقد ان حتى الانتخابات لا راح تؤجل ولا راح يصير ارتباك. نعم راح تقعد القوى السنيه تتفاوض مع
المكونات الأخرى من أجل اختيار شخص بديل عن السيد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب. وأعتقد الوضع السياسي صعب جدا حسب ما أفهم من قراءتي للمشهد، صعب جدا الحلبوسي أن يستمر في وجوده في الوضع السياسي الحالي على ما الملفات المثارة. طبعا أنا هاي المرة الأولى راح أحكيها. بعد ما صارت موضوع الليث الدليمي وغيرها، صار عندي لقاء مع السيد الحلبوسي، قلت له وضع ما أعتقد هذا الوضع السياسي المرتبك والعلاقة المرتبكة مع كل الأطراف، صعب أن تستمر هيش الارتباك هذا، صعب أن أنا أقترح أن يعني تصحح علاقاتك مع كل الأطراف الوطنية. الوضع المرتبك هذا ما راح يكون أكو أحد لك يعني مدافع أو محامي عنك. قطيعة صارت مع الجميع تقريبا، كل الأطراف السياسية الفاعلة هو عنده قطيعة معها صارت، وهي سببت له إرباك كبير في عمله. مظاهر، بعض المظاهر اللي صارت، هو كان يعتقد أنه هو أصبح يعني رقم مهم بالعملية السياسية، ما حد يتجرأ عن الوصول إلى بعض المظاهر اللي صارت، يعني مظاهر الثراء، مظاهر اللي جاي نشوفها. يعني مو ماكو عراقي خارج المسائل القانونية، يفترض ماكو عراقي خارج المسائل القانونية. ممكن أطلب منك نكمل هذا الكلام، لكن خلينا نروح الفاصل قصير بعدها ونتابع البرنامج من جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ورحب بكم وبضيوفي في الاستوديو. أستاذ حسن، توقفنا لك بس خلينا نسأل سؤال أستاذ مخلد وأرجع لك نكمل باقي التفاصيل اللي ذكرتها. تعتقد راح يتكرر سيناريو مثلا مثل سيناريو اللي صار مع السيد رافع العيساوي، تظاهرات ومدري شنو، موضوع طبيعي مثل ما قال أستاذ حسن ومعروفة. واضح اليوم الاجتماع السني بأنهم سوى، وإن ما أبدوا فرحهم بعض الأطراف، بس أقول لك فرحة والعثرة كانت اللي عن توحد السنة مثل الشيعة ويسوون إطار، الإطار السني إجا بعد راح يصير طبيعي، ويعينون هم رئيس مجلس النواب والوزارات الثلاثة، إذا استقالوا أهلا وسهلا، ما استقالوا فراح يضمون لهذا التحالف. يعني حقيقة اليوم الجميع يبحث عن مصالحهم، يعني في الكتل السنية والشيعية تبحث عن مصالحها، أينما وجدت المصالح يذهب خلفها، فبالتالي حتى الخلاف السني هو من أجل مصالح. يعني وجدوا في وقت من الأوقات أن هنالك مصلحة أن يذهبوا مع الحلبوسي فذهبوا، وعندما سد الطريق أمامهم يعني عادوا الحلبوسي. فبالتالي اليوم أكيد هم فرحين بما حصل، لكن أنا لا أتوقع أن الموضوع اليوم هو مشابه لما حصل إلى سيد رافع العيساوي، وهذاك موضوع كان موضوع إرهاب وموضوع خطير يعني داخل البلد، وكان في وضع يعني العراق كان مربك جدا، وأيضا يعني ذهب بهذا الاتجاه. اليوم سيد محمد الحلبوسي يعني حين نتكلم بواقعية أكثر، يعني الرجل يعني رقم مهم في العملية السياسية، لديه علاقات مع جميع الكتل السياسية، هو أساس وفاعل في ائتلاف إدارة الدولة، هو الذي جعل العملية السياسية تسير نحو الأمام في حكومة السيد محمد الشيعي السوداني. كمراقب بس اسمح لي، كمراقب أنا ما مقتنع بكلمة رقم بالعملية السياسية. راح أضرب لك مثال بسيط، فاز الجعفري صار المالكي رئيس وزراء، فاز المالكي صار وكلهم لحد هذه اللحظة صار فازوا الفتح وسائرون جاء عادل عبد المهدي، فاز اليوم كل هؤلاء هم رقم في العملية السياسية، كل هؤلاء تكلمت عنهم رقم في العملية السياسية سواء سنة وشيعة. فهؤلاء لهم دور سياسي سواء انتهى سواء باقي، لكن هؤلاء هم أرقام في العملية السياسية. في بعض الأحيان نرى اجتماعات هنالك أشخاص جالسين في اجتماع نقول يعني لماذا هذا جالس في هذا الاجتماع؟ فبالتالي هو أكيد لديه رؤية ولديه رأي. يعني لحد هذه اللحظة عادل عبد المهدي خرج وهو يحضر اجتماعات ويحضر لقاءات كثير من الأمور وغيره وغيره وغيره. فبالتالي الموضوع ليس بهذه الصورة وليس بهذه الكياسة الذي ممكن سيد محمد الحلبوسي يذهب ويجلس في بيته وغدا سوف يتم محاكمته على كثير من القضايا. الموضوع ليس بهذه الصورة. العملية السياسية في العراق بنيت على أساس شراكة، على أساس يعني اتفاقات، على أساس يعني لا يمكن أن يتم اختزال سيد محمد الحلبوسي بهذه الصورة. مو يعني مو أكيدة مثلا أنه يروح للسجن أو يحاسب، بس هواي زعامات كانت لها دوار وكانت مواقع تنفيذية كبيرة خصوصا حتى بمجلس النواب، ولكن صاروا رؤساء كتل وصاروا زعامات وقاعدين ومو شرط. وممكن هذا يحصل لسيد محمد الحلبوسي، يعني ممكن هو اليوم استراحة مقاتل يذهب باتجاه حزبه ويذهب باتجاه استراحة مقاتل هاي. نعم ممكن أن يكون في مرحلة أخرى
في منصب افضل في مكانه افضل في رؤيه افضل. يعني ترى سيد محمد الحلبوسي يمرض ولا يموت. هاي شنو؟ اي نعم. يعني تتوقع له دور راح؟ نعم ممكن ممكن. هذه هذه العمليه السياسيه. نحن لا يجب ان نحكم بالمطلق على عمليه سياسيه، ولا عمليه سياسيه حدثت فيها اهتزازات كبيره منذ 20 سنه ولحد هذه اللحظه. يمرض ولا يموت، فزيت من سمعت الجملة تتلعب بالورقة. لا يؤسفني أنا، أنا أسمح إيش. لا بالعكس أسفك. أي لا إيش تحذير قصدي. أي. لا لا واقع ما حال يا سيد حلبوسي. لا موضوع واقع ما حال يعني هو. السيد أسامة النجيفي كان أقوى رئيس مجلس النواب، استلم رئاسة مجلس النواب، وفي وعهده كان مجلس النواب إلى وجود كبير وقوي ومؤثر. بالنتيجة الآن من طلع من مجلس النواب وين السيد أسامة؟ مع احترامنا إليه يعني، بس قصدي واقع الحال هو وين اليوم؟ رقم هو بالعملية السياسية ما عنده ما ما عنده. بس كان سقوط السيد أسامة النجيفي أو خروجه السيد المالكي كان دخول ثلاث محافظات، والسيد أسامة جاب أصوات ما جايبها الحلبوسي كأصوات إليه كمرشح، ما جاب أحد غيره بالمكون السني مثل ما جاب السيد أسامة، وكان يمتلك أهم محافظة، أهم محافظة بالعراق، هي المحافظة الأولى بعد بغداد طبعا، هي محافظة نينوى بالمساحة بالسكان بعدد الأعضاء، وأخوه المحافظ. وشو اللي صار وراها؟ وراها لأن كان أخوه محافظ وهسه لحد الآن ما قدر. لا بعدين طلع أستاذ أثيل من المحافظة، طلع بدعوة قضائية، والسيد أسامة طلع من مجلس النواب، والآن وين؟ ما وين؟ شنو اللي تغير؟ شنو اللي صار بالمكون؟ أنا الانطباع عندي اللي أعرفه من خلال إخواننا يعني في المكون السني، يهتمون كثيرا بالموقع الحكومي لأن تتشكل مصالحهم مع الموقع الحكومي مو مع المعارض اللي ما عنده شيء، يعني ما عنده شيء يقدر يدعمهم به، فهم يتعاملون يتفاعلون مع الموقع الحكومي المؤثر. طيب اليوم أي منصب كان، أي شخص كان في منصب محافظ عضو مجلس نواب في هاي المحافظاتنا العزيزة الأنبار موصل صلاح الدين، طلع من المنصب بقى له وجود؟ ابدا ما يبقى له وجود. زين اغلبهم طلعوا خارج العراق عاشوا. الشرعيه ما تتاثر استاذ حسين؟ الفائز الاول بالبرلمان انسحب 73 نائب وهم الصدريين، اليوم تقدم اللي يعتبر تقريبا الفائز الثاني انسحب او في طريقه للانسحاب او اذا انسحب. لا حتى بيانهم ما يقول انسحاب. اذا انسحب فيما لو انسحب بيانهم يحكي عن مناصب مقاطعه عن رؤساء لجان تعليق علقوا عضويته. وانا اعرف من الكتب البيان يعني. من الكتب ما له هو يخلي اعلان شيء ما حد راح ينسحب. انا اتذكر ايام تشرين اللي قدموا استقالتهم داخل قاعه مجلس النواب، يعني هو الحلبوسي وطلع بعد تتردد من ذكر اسم كاتب البيان. لا هو خلي اعلان اللي قدموا استقالاتهم عفوا مو بالمجلس في مواقع التواصل بالفيسبوك والتويتر اكثر من 30 نائب اعلن استقالتي من مجلس النواب، فأنا قلت باكر بالجلسة راح ينهار مجلس النواب، فكل ساعة يطلع واحد راح يسابقون على الاستقالات. جت مجلس النواب اللي قدموا استقالتهم فعلا واحد نائب واحد استقال، وبعد يمكن أسبوعين استقال نائب الإخوة في الحزب الشيوعي استقال أتذكر رائد فهمي، السيد رائد فهمي، والأخت أيضا من الحزب الشيوعي نسيت اسمها، وحسن العقولي كان النائب حسن العقولي. هيفاء الأمين أحسنت دكتورة هيفاء الأمين. يمكن ثلاث نواب طانوا، يعني كل واحد استقال على شيء اخر غير اللي استقالوا بالفيسبوك، كان اكثر من 30 نائب، بس بالواقع غير شكل. انا شفت اليوم هسه شفت استقالات، واحد يستقيل من نائب رئيس لجنه، نائب رئيس لجنه يعني يبقى عضو لجنه هو، يعني استقال من نائب رئيس اللجنه مو استقال من مجلس النواب ولا من اللجنه، استقال موقع نائب رئيس اللجنه استقال معناتها بالفيسبوك. هسه باكر تجتمع اللجنه مواقف سياسيه تسجل لدى اطراف دوليه، تسجل لدى اطراف داخليه، الوضع بالعراق ترى مو مستقر، عندكم صدريين منسحبين 73 مقعد، عندكم تقدم علقوا عضويتهم، هاي مواقف ما تسجل استاذ حسن؟ الى الان علق عضويته، اكو بيانات جاي تصدر ورقيه بالاعلام. مجلس النواب هو المؤسسه الدستوريه، باكر خلينا نشوف كم استقاله تقدم داخل مجلس النواب، وايش كم استقاله تقدم داخل مجلس الوزراء، اي وزير يستقيل يتم استبداله بشكل طبيعي، يعني يكلف وزير فورا بإدارة وزارته وزير آخر بإدارة وزارته وكالة بينما يرشح شخصيات إلى مجلس النواب، وأي نائب يستقيل يصعد البديل، لأن هذا الدستور هذا القانون هذا طبيعي شيء طبيعي، أي واحد يستقيل
اكو بديل عنه يصادم بديل عنه، شيء طبيعي. كتلة صدرية لما جهة سياسية، كتلة صدرية جهة سياسية اشتركت في عملية انتخابية وجابت عدد من المقاعد، لما استقال شنو اللي صار؟ 73 مقعد مو 38 مقعد كما هو الحال عند السيد الحلبوسي. شنو اللي صار؟ صعدوا الاحتياط البديل عنه. فتضخيم الامور والتوقع سقف التوقعات يزود اكثر، ما اعتقد هذا بمصلحه. يعني شنو المصلحه؟ هذا كلام غير واقعي، غير يعني ما راح يصير. ليش؟ شنو الرساله اللي بدي اوصلها للشارع من اعظم الامور وكبرها واسويها؟ ماكو ضرر، ماكو داعي. اي بس الموقف شويه تذكرون في في سنه من السنين 2010 على ما اتذكر ست وزراء استقالوا، ما كان عنده رئيس مجلس وزراء على سبيل المثال، ما كان عنده رئيس سلطه واستقال. احنا نحكي عن حزب تم اقاله اليوم وابعاد رئيس السلطه التشريعيه فيه، وعلقوا عضويه هسه على الاقل تقدير ماكو استقالات مثل ما قلت جنابك، علقوا عضويته. السياسه والاستقرار السياسي اللي الاطار يتغنى به صار سنه تفلش لو ما تفلش. صدق؟ اي صدق. انا حسب اعتقادي حتى كتله التقدم الان فرحانين. حتى كتله التقدم. الله وكيله، كان اللي تقديري حسب معرفتي بالكتله حتى داخل كتله التقدم والغالبيه مو الاقليه، الغالبيه فرحانين. وراح يقعدون ويقولون يا عمي احنا نتعامل مع الواقع، مصالح بلدنا، مصالح محافظاتنا. اما موضوع التظاهرات اللي حضرتك من الساعه سالت استاذ مخلد. طيب. الانبار جربوا التظاهرات وشافوا شنو نتائج التظاهرات، نتائجها مئات الالاف من المهجرين، مدن مدمره مخربه، مصالح متوقفه تماما. ما يرجعون للمربع الاول بعد، موضوع التظاهرات انساه، ما يصير بعد شيء اسمه تظاهرات. نتمنى انه التفكير يبقى يعني وفق الدستور. كلام السيد الحلبوسي بخصوص سقوط ثلث العراق هو تلميح ابلغ من التصريح تعتقد؟ سمعت كلام انت اليوم؟ ماكو احد يمتلك هاي التهديد، ماكو احد يمتلك هذا التهديد بعد. محافظاتنا مستقره، بها محافظين يديروها وبها اعضاء مجلس نواب يمثلوها، وذاهبين باتجاه انتخابات مجالس محافظات لانتخاب مجالس تمثل اهالي المحافظات، وينتخبون محافظين منتخبين من قبل مجلس المحافظه باراده شعبيه، وتستقر الامور ويذهب حزب تقدم مع شركائه في المكون المحترم المكون السني لاختيار شخصيه بديله للسيد الحلبوسي، والاجراءات القضائيه اللي المحكمه ترتبها تروح تمشي بشكل طبيعي بشكل طبيعي. انا هذا اللي اقوله، هذا اللي راح يصير. لا هسه بغض النظر انه يصير بيصير، بس هو جاي تقلل من هذا من الواقع، حجم اللي صار. انا هذا احكي الواقع، واقع الحال هذا بعيدا عن الضوضاء والصوت والهذا وراح تنفجر وتوقع. هذا اللي راح يصير مو بالضروره. شنو السيناريو ممكن يصير؟ لا لا يعني مو بالضروره. يعني استاذ حسن، استاذ حسن يعني مو وجهة نظره. نعم وجهة نظره اللي هي تنصب في مصلحته، يعني في مصلحه اي في مصلحته وفي مصلحه الوضع او في مصلحه الكتله اللي هو ينتمي لها او شيء من هذا القبيل. لكن هي مو بالضروره انه يتحقق هذا الشيء بهذه السهوله. نحن نتكلم عن طبقه سياسيه تشاركت فيما بينها نتكلم عن عامل دولي. يعني تتوقع ممكن يكون السيد الحلبوسي وطارق الهاشمي الثاني؟ نتكلم عن عامل دولي، عامل الدولي اكيد لديه رؤيه ايضا في 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 الوضع السياسي العراقي. يعني الوضع السياسي لا الوضع السياسي العراقي. حتى العامل الدولي ادري بيه مو كلش. انت كل شيء تدري بيه بالصوره اللي انت تريده انت توظفها. لكن هو يقول هو راح يقول راح يصير. ربما لكن تعرف ان تركيا لا يعني مو بالضروره انه هذا راح يصير، بجوز يصير العكس. احنا نحسب حسابات، دائما نحسب حسابات لكل الامور اللي ممكن تحصل واللي ممكن ما تحصل. اذا ما حصلت فهي على خير، على خير وعلى خير. فبالتالي احنا ما لازم نبسط الامور بهذه الصوره. نتكلم احنا عن فاعل سياسي سني اشترك في عمليه سياسيه كان له الاثر في انه هذه العمليه السياسيه تسير الى الامام. فبالتالي انه ممكن انه التيار الصدري عندما انسحب من البرلمان والامور يعني مشت طبيعيه، ممكن هذا الموضوع ما تمشي طبيعيه الامور. كل شيء نتوقع يعني كل شيء نتوقع احنا ممكن تصير بها تاثيرات، تصير فيها اهتزازات العمليه السياسيه. السيد السوداني ما يطمح لهذا الوضع في هذا الوقت. انا وضحت الاستاذ حسن شلون هو قائد العمليه السياسيه اليوم. لا مو قائد العمليه السياسيه. لا شلون هو رئيس وزراء. رئيس وزراء هو من يدير العمليه السياسيه؟ لا البرلمان يدير العمليه السياسيه. البرلمان يدير مجلس تنفيذي. هو احنا قرارنا برلماني. نعم بس احنا صلاحيات عند رئيس مجلس الوزراء. الرجال المسكين يقول عليه حتى مدير عام عنده الاطار. منو؟ لا السيد السوداني. السيد السوداني رجل هو قائد العمليه السياسيه. هو رجل عنده حسابات
طبعا الاطار لن يسمح للسوداني ان يكون مثلا يدير عمليه سياسيه بمفرده، لازم يلزمه بمحدداته وبامور، هذا ما يجوز. يعني هو الرجل رئيس مجلس وزراء، يجب ان يكون حر في قراراته غير مكبل. فبالتالي اليوم حتى يعني استاذ حسن ما يقبل انه يكون هو قائد العمليه السياسيه، ما يقبل، وهذا خلاف الواقع. لا لا مو خلاف الواقع، هو رئيس مجلس وزراء، يعني رئيس مجلس وزراء مو رئيس عمليه سياسيه. عمليه سياسيه وحد ورئيس وزراء واحد، هو عمليه سياسيه وزراء هو يمثل عمليه لا سياسيه، لا يمثل عمليه سياسيه، عمليه عدو كتل سياسيه، هو رئيس السلطه التنفيذيه. علاقه السلطه التنفيذيه بالسلطه التشريعيه هي علاقه قوانين. ليش لعد رئيس الوزراء هو يجتمع بالكتله مالته؟ الكتله مالته مو سياسيه. لا هو الكتله مال منو؟ السوداني. هي الكتله السياسيه، إطار تنسيقي. هاي الكتلة اللي رشحتها مو كتلة سياسية. هو يعني هو مو يجتمع بيهم. ما يجتمع بيهم، يجتمع وياهم. يجتمع وياهم. يجتمع وياهم ليش؟ ويجتمع وياهم. تنفيذي. ائتلاف إدارة الدولة. الأكثر اجتماعات مع الإطار التنسيقي. وهي كتلة سياسية. إطار تنسيقي. إذا نحن بالنسبة لنا قراراتنا سياسية. ما نتكلم يعني منا ومنا. نرجع لأصل الموضوع، السيد حسن تدعم توقع سيناريو بأن الموضوع طبيعي، ما راح يصير أي شيء. والنواب اللي يقاطعون ما راح يقاطعون، والوزراء اللي استقالوا راح يحضرون الجلسه الجايه المجلس الوزراء او اللي بعدها باقصى توقع. مثلا جنابك اعترضت، ابدا اسمع السيناريوهات شنو ممكن يصير. هذا السؤال اللي يطرح، ممكن مثلا يعني يصير مقاطعه للعمل للانتخابات، يروح يرفع دعوه بالمحكمه الدوليه مثلا، واحد يجي يعرف شنو يعني اللي هو مو بهذا مو بهاي الصوره انه المحكمه الدوليه اليوم. احنا بالنسبه ان يعني نتكلم واقعا، التيار الصدري خارج عملية سياسية، إذا انسحب تقدم أيضا من هذه العملية السياسية، هنالك أصلا خلاف كردي موجود في هذه العملية السياسية. فبالتالي كل هذه المعطيات لن تجعل هذه العملية السياسية تسير بسلاسة. فبالتالي احنا مقبلين على الانتخابات، لا نعرف ماذا يحصل غدا، هنالك متغيرات سواء إقليمية دولية على الساحة العراقية، كل هذه المعطيات لازم احنا نضع النقاط على الحروف بها. يعني إقالة الحلبوسي في هذا الوقت هو ليس من مصلحة العملية السياسية في العراق، نقطة لا سطر. ما جاوبتني شنو ممكن يصير. يعني أنا ما أقدر أتنبأ لك الفشي، ما أقدر أقول لك هذا راح يصير مثل الأستاذ حسن، ما أقدر أقول لك أنا راح يصير باكر، لأنه أنا لا أعلم الغيب. وما حد يعلم الغيب. لا شلون تقول باكر راح يصير؟ توقع. أنا هسه وصلني فيديو، وصلني فيديو أستاذ حسن، تظاهرات في العاصمة بغداد رفضا لإجراء الانتخابات المحلية، وجنابك قبل شوية تقول ماكو تظاهرات وكل شيء ما يصير وما تتأجل الانتخابات وماشي القصة. لا حضرت حياة وردية. لا هو كان السؤال مو موجه لي، كان موجه لسؤال مختلف، كان تعقيب من جنابك فيما يخص هل سيذهب مثل سيناريو السيد رافع العيساوي بالأنبار وكذا وصارت مظاهر واعتصامات. قلت لك هذا الموضوع ما يصير بعد، لأن الأنبار جربوا تمام، وأعتقد تجربتهم كانت قاسية جدا وما جنوا منها شيء إلا دمار مدنهم ومناطقهم. اما انا ذكرت لك، قلت لك اكو اطراف سياسيه راح كل مشهد كل ازمه تصير حتى لو خارج العراق بالسويد يستغلوها لتعطيل العمليه الانتخابيه. باشاره موضوع الغاء عضويه السيد الحلبوسي شنو علاقتها بالانتخابات؟ لا لا كملها كملها. اشاره الى منهم يا الاشاره؟ انا ماشي، انا ترى من تحت دغري، وهذا اللي انا قلت اطراف سياسيه مو طرف واحد، عده اطراف سياسيه. اكو رساله اجراء الانتخابات، رساله عتب وصلت قالت احنا غزه ضامننا وياها، شنو دخل غزه بالانتخابات؟ اي شنو هنجيبها؟ هو جاي انت علقت قلت غزه، كان حتى تظاهرات في بعض الاحيان اللي نادت بدعم غزه كانت لي من اجل تاجيل الانتخابات. لا اريد اريد لا لا التظاهرات اللي طلعت من اجل غزه ودعما لغزه ودعما للشعب الفلسطيني، هذا ما عليها غبار ابدا. تمام. كل الاطراف اللي اشتركت بالتظاهرات وما زالت تدعم فلسطين وتدعم الشعب الفلسطيني ودفاعا عن غزه وضد الكيان الصهيوني. لكن اريد لقضية غزة أن تستغل أيضا من بعض الأطراف السياسية لإرباك المشهد السياسي وتأجيل الانتخابات. ما مشى الحال. وأريد من موضوع القرآن أيضا، وربما أيضا يراد من هذا الوضع اللي راح يصير موضوع السيد الحلبوسي أيضا يصار إلى هذا الموضوع. لكن كل هذه المحاولات نتائجها ما راح تنفع. المسار الدستوري ماشي، مسار القانون هو الماشي، اللي راح يصير الآثار اللي راح ترتب عليها هو استبدال السيد الحلبوسي برئيس مجلس نواب جديد. وما راح أستبعد، يعني على الأقل أستبعد أن هناك وزير راح يقدم استقالته، أستبعد ذلك إذا قدم استقالته. من تتوقع الأقرب لخلافة الحلبوسي؟ والله هو أكو شخصيات عندها القدرة،
مو القدره، ما جيت اتكلم عن القدره، انت تدعو كل زين، هو شخصيات عنده قدره تدير اماكن اخرى بس ما حالف التوافق السياسي. هو انا اقصد القدره ان يعني تحصل على تأييد القوى السياسيه. النائب زياد الجنابي شخصيه هو ينحسب اليوم شخصيه جيده الجنابي. وطبعا لو كان السيد محمد تميم مو بالوزاره، انا اتوقع السيد محمد تميم يخلف السيد الحلبوسي، او السيد ثابت العباسي ايضا شخصيه عندها كاريزما، لرئاسه مجلس النواب شخصيه ثقيله رزين. يعني تتوقع ممكن السيد محمد تميم يقدم استقالة ويروح لرئاسة البرلمان؟ ما يقدر، هو استبدل يعني، من راح صار وزير وزير عوض مكانه نائب وأدى اليمين بدلا عنه، فما ممكن يرجع. ولو أتأخر عليك أستاذ مخلد بالسؤال، لكن أكو موضوع أثار أستاذ حسن أثناء المداخلة بيناتكم، قال حتى العامل الدولي ربما مطلع عليه، تتوقع أكو رد فعل ربما يكون إقليمي، الإمارات، قطر، تركيا تبعث مراسيل؟ لا أنا من حشيت من الساعة أستاذ مخلد قال أستاذ حسن يحكي، يعني أنا ما أعلم الغيب، أنا مو موضوع الغيب، أنا لما طالع بالتلفزيون وأتحدث عن قضايا مهمة تخص بلدي، إذا ما عندي رسالة إعلامية أوصلها للمشاهد وأوصلها للمستمع، لما طالع الأدان مو طالع أريد أحكي كلام بدون فائدة بدون منفعة. أنا مطلع كثيرا على قضايا المواقف الدولية تجاه العملية السياسية في البلد، مطلع يعني على الموقف الأمريكي، موقف الإيراني، موقف الإمارات. السيد الحلبوسي ما عاد تقريبا بتوقيت، هسه ما أذكر بالضبط الحدث اللي صار، بتوقيت معين من التوقيتات السياسية ما عاد السيد الحلبوسي مدعوم بشكل كما كان سابقا من تركيا ولا من الإمارات. كان هناك مشاكل في بعض المواقف السياسية اللي اتخذها السيد الحلبوسي، ما كانت هذه الأطراف راضية على هذه الخطوات، ودعمت أطراف سنية في المكون السني، دعمت من قبل هذه الدول، وإحنا مطلعين، وربما حتى المشاهد وما ظل شيء بالعراق بعد سري. لا هو بعد شنو السري؟ اجتماع قاعد أردوغان على رأس القائمة وكل الأحزاب من هنا، ما فيهم السيد الحلبوسي اللي هو رئيس، صالح الفياض ما أعرف شو درايه، ما فيهم السيد الفياض ما سو، كان أكو موضوع آخر بس هي مو موضوعنا هسه. السيد رئيس مجلس النواب ما يصير يقعد كأنه قاعدين يجتمع بهم السيد أردوغان يعني. عموما هذا استصغار هذا الموقع الكبير العراقي اللي هو في بغداد، يقعدون جنبا إلى جنب، ليش هناك من يروح يقعد كأنه موظف؟ هذه في رسالة، أنا أعتقد ديش الصورة، أنا طبعا أرسلت الصورة، اقتطعتها أرسلتها لأحد القادة السياسيين، قلت هذه الصورة فيها رسائل كبيرة سلبية على السيد الحلبوسي للمستقبل القريب. وهذا اللي ذكرته، قلت لك المواقف الدولية ما أعتقد راح تكون منزعجة من هذا القرار. ربما أنا أعني ما أقول، ربما هناك أطراف دولية راح تكون مرتاحة من إزاحة السيد الحلبوسي، أطراف طبعا سنية داعمة للسنة دولية، لأن هواية أكو صار خلل في الإعدادات، سواء صار خلل بالإعدادات اللي يمكن ترى أن تكون يعني منضبطة، وخيار البديل للسيد الحلبوسي أعتقد يجب أن تكون هناك شخصية يعني من نفس المكون، تقبل عليها كل الأطراف السنية والوطنية أيضا، شيعية كردية تكون، وماكو طرف طبعا دولي أو أقليمي أو محلي، محلي أكو بس لا دولي ولا أقليمي ذاهب باتجاه التصعيد داخل العراق. محلي أكو من المحلي هذا؟ محلي أكو أطراف، لا أقل الطرف أنت واحد، اي اكو بعض الاطراف المحليه من مصلحتها ان يصير ارباك، لكن دوليا اقليميا كل الاستقراء، وربما استاذ مخلد جوز مطلع ايضا ومتابع، المجتمع الدولي الان مع تهدئه الاوضاع داخل العراق خاصه العراق لعاملين مهمين، العامل الاول الحرب الاوكرانيه الروسيه والمحافظه على سوق الطاقه، والموضوع الثاني موضوع غزه والمعركه اللي جايه تدور بغزه اللي هي جايه تدفع ثمن غالي جدا في الشرق الاوسط لاشغال. واحنا نتكلم هذه استقالات موقعه من قبل الوزراء حزب تقدم، باستقالات خطيه وموقعه عدا السيد محمد تميم، ما اعرف ليش ما موقعه بس هي مكتوبه كامله، بس الباقيات موقعات ايضا. اتمنى هاي الاستقالات تقدم الى مجلس الوزراء وليس بعد ذلك مجلس النواب، وليس في الواتساب. مستمرين لكن بالحديث ضيوف الاعزاء ومشاهدي الكرام، لكن بعد الفاصل. من جديد اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مره اخرى رحب بكم بضيوف الاعزاء. سنحكي هذا قلته بالفاصل؟ لا عاد انا احكي، ما بينا انا احكي زين. انت تحكي بالسؤال، بس انا اريد استاذ مخلد يحكي، لانه هو باعتبار هو اللي اثار هذه القصه.
شنو توقعاتك لمن يخلف السيد الحلوس؟ يعني ان مضى هذا الموضوع بهذه الصوره فاكيد يعني الترشيحات الى زياد الجنابي الذي هو اقرب الى الحلبوسي وكذلك محمد تميم، لكن محمد تميم صعب انه يعني يترك الوزاره ويعود الى مجلس النواب، وهو يعني مثل ما تفضل الكلام عن السيد خالد العبيدي، عن السيد رافع العيساوي، هاي الاسماء ابدا ابدا سيكون يعني ان مضى هذا الموضوع ابدا رافع مناب اسف اي سيكون هنالك ارضاء لتقدم بان يكون احد اعضاء تقدم هو رئيس مجلس النواب ارضاء للحلبوسي يعني في هذا الموضوع. زين لا سمعت كلام السيد الحلبوسي اليوم، تعتقد كلام رجل يعني تعرض للصدمه؟ جاء الخبر بالتليفون لو اكو ربما كانت تحضيرات واصلت له بانه الموضوع ممكن يوصل لهذه القضيه؟ يعني احنا علينا نتكلم شوي بواقعيه بعيدا عن يعني مع احتراماتنا للقضاء العراقي والمحكمه الاتحاديه، دائما المحاكم الدستوريه في كل الدول وخصوصا الدول العربيه دائما بها نكهه سياسيه، لان هي دائما ما تتعامل يعني تتعامل بالقرب من الطبقه السياسيه وخصوصا في الانظمه البرلمانيه، يعني البرلمان هو من يعين قضاة المحكمة الاتحادية، فبالتالي حصلت كثير عندنا مثل هكذا حالات يعني في الانتخابات وقبلها وقبلها، أي قرار من المحكمة الاتحادية يبوب وفق موضوع أنه هذه المحكمة قد ضغط عليها سياسيا، فبالتالي عندما تكلم السيد الحلبوسي أكيد ذهب بهذا الاتجاه أن هنالك ضغط على المحكمة الاتحادية وذهبت بهذا الاتجاه، لكن المعطيات لحد الآن هي غير واضحة المعالم، يعني هنالك معلومات يعني ممكن أن تكون أحد أسباب إقالة الحلبوسي هو سطوته وسيطرته في محافظة الأنبار، هذه المحافظة التي تعتبر استراتيجيا وسياسيا ولوجستيا منطقة مهمة ومنطقة امتداد إلى سوريا وإلى لبنان. زين شنو الوصايا اللي تكلم عليها اليوم السيد الحلبوسي؟ وصايا من معروف من يعني هو بهذا المعنى أنه هنالك جهة قد ضغطت على المحكمة الاتحادية وهذه هي الجهة يعني التي أدت إلى أنه المحكمة تتخذ هذا القرار في هذا الوقت. هذه رؤية يعني رؤية السيد. واحدة من الرؤى اللي انطرحت أستاذ حسن بأنه هذا الضلع الثاني من التحالف الثلاثي قد تم استهدافه هذا اليوم، وباقي الضلع الأخير اللي هو السيد البرزاني. إلي؟ إيه إلك؟ لا وماكو أضلاع بالقضية. السيد البرزاني هو من أهم شركاء العملية السياسية منذ 2003 إلى الآن، وشريك حتى في النضال ضد الطغيان وضد نعم نختلف معاه سياسيا في كثير من المواقف، نختلف مع أن يستولي على ثروات الأقليم ويطالب بحصته في بغداد، نختلف وياه بهاي المسألة ونقول له تعال خلينا يصير توزيع عادل للثروات وفق الدستور، وهاي مسألة جدلية وضالين احنا، لكن ما ممكن واحد ينكر تاريخ كبير من السيد. اختلفنا وياه في قضية التحالف الثلاثي، نعم اختلفنا وياه، هذا ما يقارن مع السيد الحلبوسي يعني. أبدا ماكو وجه مقارنة يعني. تاريخ طويل تربط السيد البرزاني واسرته الكريمه، اسره السيد المرحوم مصطفى البرزاني مع قيادات الاطار واغلب قيادات الاطار، فماكو وجه مقارنه. السيد الحلبوسي يعني شخص يعني حديث على العمليه السياسيه واصبح رئيس مجلس نواب، بس على الاقل السيد الحلبوسي اليوم يعني حتى ما وصف اي وصف خادش للمحكمه ابدا. السيد البرزاني سماها محكمه الثوره، هو احنا متعودين على لغه الجبل من السيد البرزاني من الحزب الديمقراطي بشكل عام، عقلية العسكرية اللي عاشوها والمعارضة الطويلة اللي عارضوها بها النظام البعث، بقت عندهم هذه المصطلحات وعندهم هاي يعني التركة الفكرية اللي ظلت عندهم، لكن يبقون يعني يبقى الحزب الديمقراطي شريك أساسي، ومن يعول الآن في أزمة أو مشكلة السيد الحلبوسي من يعول على العامل الكردي اعتقد هو مشتبه وما يعرف الاخوه الكرد زين. الاخوه الكرد في كل مسيره حياتهم طيله ال 50 سنه الماضيه على الاقل يعني هذا غزل اليوم ما ادري مو كرد هسه خلي كمل واسمع غزل شنو المباراه انا شارين السيف عليهم لا امس او قبل 8 ايام 9 ايام دزوا لهم الرواتب وين شارين السيف فطيله على الاقل ال 50 سنه الاخيره الكرد ينظرون إلى مصالح شعبهم الكردي على مصالح أقليم كردستان مصالح
مستقبلهم السياسي ما ينظرون مع الأشخاص، ما يتعاطون مع الأشخاص. والدليل أنه في التحالف الثلاثي عندما شافوا مصلحتهم بالذهاب للتحالف الثلاثي، شريكهم الأساسي القديم السنين قالوا إحنا مرخصتك بعد مصالح أقليمنا تقتضي أن تكون مع هذا الطرف. ما أخطأوا التقدير في هذا الخطوة، لكن هذا يدل على أنه الأخوة يعني ما كان يعني هدفهم الأساسي هو من يؤمن مصالحهم. فاليوم تعتقد أن يتضامن الأخوة في الحزب الديمقراطي مع السيد الحلبوسي، هذا شيء مستحيل، ضرب من الخيال. مصالحهم مع بغداد، مصالحهم مع الشيعة، مصالحهم مع من يدير الدولة، ومصالحهم مع شخص أقيل من مجلس النواب بقرار محكمة التحدي لا رجعة فيه، ما بيرجع. قرار صدر وانتهى وراح تحال الملف إلى القضاء، ما بيرجع هذا أبدا. فما أعتقد يعني التعويل على هكذا خطوة، ولا التعويل حتى على المظاهرات، تخرج هنا وهناك مظاهرات. أنا ما أقول نهائيا ما راح يتأجل الانتخابات. أكو خبر وصل بأنه الاجتماعين اللي راح يصير اجتماع الإطار التنسيقي وبعده اجتماع ائتلاف إدارة الدولة سيناقشان موضوع تأجيل الانتخابات. هذا تسريب مو خبر رسمي. أنا أتذكر 2002 يمكن أواخر 2002 بداية 2003 قبل السقوط، شفت لقاء الوزير الخارجية السابق الإيراني علي ولايتي، علي أكبر ولايتي، وهو يسمى ثعلب السياسة. قال شو تتوقع شنو اللي راح يصير بالعراق؟ كان العراق بلد لا توقع لأنه ما يمشي على القواعد، لأن بلد ما جاي يمشي على القواعد الطبيعية. ما هي حكيناها بداية الحلقة وأنت قلت لا شيء طبيعي. لا الحلبوسي شيء طبيعي. قالت الحلبوسي شيء طبيعي. يعني خروج المجلس شيء طبيعي ما راح يترتب عليه آثار، بس ما قلت العراق يمشي وفق القواعد يعني الوضع السياسي بالبلد. تمام. وإلا تحضرتك ذكرت وأنا أيدت السيد المالكي، جاب أعلى الأصوات، ما صار رئيس. سيد عباد أسامة النجيفي كان يمتلك القرار الأول السني، ما صار هو رئيس مجلس نواب في الدورة وراها، وغيرها من قضايا التحالف الثلاثي اللي شكل بنصف زائد واحد ونصف زائد 20، مو نصف زائد واحد، وما قدر يشكل حكومة. إذن القواعد السياسية مو كلش تشتغل عندنا بالعراق. قواعد. ممكن تأجيلها يعني. أنا ممكن كل المعطيات تقول، كل المعطيات تقول الانتخابات ستجرى في موعدها 18-12 ولا تأجيل لها، وكل القوى السياسية متفقة على ذلك. حتى الحلبوسي قبل قرار اليوم كان يدعم ويدفع باتجاه إجراء الانتخابات في 18-12، والقوى الكردية والقوى السنية الأخرى أيضا. واضح الكلام أنه سؤالي هو على الانتخابات، تتوقع تأجيلها أو لا، وهل سيعزز ما حصل اليوم حضور الحلبوسي داخل محافظة الأنبار تحديدا؟ يعني من الناحية الفنية هي مفوضية الانتخابات أكملت كل إجراءاتها سياسة، لكن من الناحية السياسية المتغيرات في العراق لحظية، ممكن يعني نصحوا غدا على شيء غير متوقع لا نعلم ما هو. لا يمكن الجزم منا إلى نهاية شهر 12 بما سيحصل، فبالتالي الأمور الفنية يعني جاهزة، لكن أيضا هنالك جهات داخل إطار التنسيق هي تسعى إلى تأجيل الانتخابات. الكرد يسعون إلى تأجيل الانتخابات. أطراف من الكرد يسعى إلى تأجيل الانتخابات؟ ديمقراطي يسعى إلى تأجيل الانتخابات. يعني المعلومات تقول بأن الديمقراطي بالعكس يعني يريد يسرع عملية الانتخابات حتى لا يسيطر غريمه الحزب الاتحاد الوطني على كركوك. الديمقراطي يحاول تأجيل الانتخابات إلى السنة المقبلة. أطراف كثيرة، تيارات كثيرة عراقية ناشئة تريد تأجيل الانتخابات، لكن لا نعلم إن الأمور يعني سارت بهذه الصورة الطبيعية فممكن أن تكون هنالك انتخابات، لكن المتغير هو سوف يحكم نهاية الموضوع. أما فيما يخص وضع السيد الحلبوسي فأنا أرى أن السيد الحلبوسي ماضٍ مع تقدم وسوف يمضي وسوف يحقق النتائج الذي تؤهله أن يكون فعلا زعيم لهذا الحزب. أقل من نصف دقيقة، رئيس البرلمان القادم سيكون أيضا من محافظة الأنبار؟ أنا أستبعد يعني يجي بعد رئيس مجلس نواب من محافظة الأنبار، أتوقع أما من الموصل أو من كركوك. كل الشكر والتقدير لجنابك الكريم السيد حسن فدعم الجناب القيادي في تيار الحكمة، شكرا جزيلا لك. الأستاذ مخلد حازم الفيصل الباحث في الشأن أو المراقب للشأن السياسي. ماكو فيصل بس مخلد حازم. يلا مخلد حازم شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم مشاهدينا، والتقانا في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين في أمان الله.